باب الأضاحي، أنا كما أقول أبواقي، باب الأضاحي. طبعاً باب الأضاحي جمع أضحية، سمي بذلك يوم الأضحى، عيد الأضحى، عيد ثمقرات. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين ويسمي ويكبر، بسم الله الله أكبر، ويضع رجله على صفاحهما، وفي لفظ ذبحهما بيده، لفظ يعني حديث لفظ في حديث آخر، وفي لفظ سمينين صحان، وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله أكبر. أكرد دين من ريزلون مدين أملحين، معناها أبيض خالص، أبيض خالص، نغ أبيض عنده بعض السواد شوية تفرك نغ شفحان كومبلي. استحباب ارتجاع الذبيحة على الجنب الأيسر ثم الدعاء بقبولها، ثم الدعاء بقبولها، يعني إلق في ذي السزلما أتتقبض القبلة وتسلوف. عن عائشة رضي الله عنها حديث طويل المدنة، ينادي النبي صلى الله عليه وسلم أدينيض بسم الله اللهم تقبل، نسكي قلنا يخدم النبي عليه الصلاة والسلام ولا أتحضر أمشي دين النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أريد سولة ذي ونسي الأمينس. الحديث صحيح رواه الإمام مسلم. أتصل الأحاديث عند الأضحية، ولكن دور أهم الأحاديث يعني في بلوغ المرام من أدية الأحكام. حديث أبي هريرة من رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له ساعة ونزمر لعيد تمقرات ونزمر من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. الحديث رواه أحمد ورواه الإمام ابن ماجة وغيره من العلماء. ذاقي ناد العلماء حكم الأضحية سنة مؤكدة للقادر عليها. السنة يوين زمرن أذي زلو العيد العيد تمقرات أكا أذي زلو وين زمرن السنة في الناس مؤكدة ما إلا غادي يبطل خاطر في كوالي ساغدا كي مبولدا ينتظر ما فينين أمشي كا ليكونومي تشانكوي حرفيا زانكوي حرفيا لا يجوز الإنسان الذي يسيل هضورا ميكا ذاكي خاطر كندي قرا ينسلمني تساقوها ربي سبحانه ينسلمني يسعى للحياة. إذن حكم الأضحية سنة مؤكدة للقادر عليها. وقت الأضحية ملمي بعد صلاة العيد وباء ومن السنة باش ننتظر الإمام ألا ما يزال الإمام منظرارا نخذ من الوقت التقريبي قال الزوسين الإمام أنقيم نرجو شوية القدار ينتسى هذه يوصى خميس باش هذه يخدم الأضحية نكون بعد نضحي. عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سعد شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته اسمي الزور صلاة العيد بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت إولا لأنه قد يزلنا كان يعني المال وكذا فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ونزلان قبل تظليث صافي لقد يعيون خطرتنا ماشي الأضحية يغى اللحم أما كان نزلان باش يتشكسوا مخلص ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله يعني على اسم الله. وهذه الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الضحايا ضال الحديث الذي كتبه له المرام العوراء البين عورها المريضة البين مرضها العرجاء البين ضلعها الكبيرة التي لا تنقي ذاك العوراء والبتراء والبكمة والصماء ما عن ثلاث شروط في مسائل فقهية دقيقة ماشي ذي الوقت وكان قريب العيدة في تفاصيل ولكن تجد إن كان شوية الحديث هاي معناتها الإسلام حارس باش أدخر يعني الأضحية يعني أنسار العيوب السلامة من العيوب شرط أرسل تذرغات أرسل عرجة أسقط دورنا اسم ستا يعني ذا أيوة أرسل كاد إن ذا صماء والسلارة والسلارة تاع قوت بكما
والتسيلر نحيفة جدا مريضة جدا إلى آخر تصل الشروط قلان يعني ذي الفقه، ولكن حديث كان قلان ذي بلوغ المرأة. ولكن ذغد نغال مريض بمد من الأضحية يزلز الحديث الآية الناد فكلوا منها يعني من الأضحية وأطعموا البائس الفقير، سورة الحج الآية 28. وحديث رواه الإمام مسلم إن النبي عليه الصلاة والسلام فكلوا وادخروا وتصدقوا. لذلك بعض العلماء ناند بلي يلها بد ما تخدم شغل أنتير 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 ثلث تسلت ثلث المكلة أثي شنسة مولا نيس لعقال نيس الثلث أثي صدق أثي صدق ثلث يزمر أثي الدخر أثي ملح أثي رجو أكام. إلا الحديث واذ كنت قد نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي إلى آخره، يعني أن تثنينها أي غير من أجل الدافة كما ورد في حديث آخر. مع تماشي الفقراء شورند المدينة والسند المدينة المنورة وياض أذ جمعا أذ ملحناك سمة جنيث عشور خطي إن سن خطي يكويني مزناك هذه مش باش تشناك يعني هذا سنفعنا وكذا سفيدنا كل الفقراء المدينة المنورة أكن ملل. ولكن بعد ذلك سمح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الناد فاكلوا وادخروا وتصدقوا إذا ما تخدمت أنتير تسلت إكشاكو دي مولانيك يعقلنيك وايض تسلت وايض أتصدق تسلت وايض يجوز باش تملحظة تجد يعني يوسان دي تدون رزاف.